عام 2017 يحمل معه تطورات جديدة في مجال التسويق الرقمي، ستلزم الشركات والأفراد حسب الخبراء بالتكيف مع الخدمات والتطبيقات الحديثة للتواصل مع المستهلك أو حتى المشاهد. حسب الخبراء أيضا فإن هذا العام سيكلل خدمات البث المباشر ملكة على عرش منصات التواصل الاجتماعي، حيث طغى طبعا محتوى الفيديو على الإنترنت عام 2016، وستستمر وتيرة هذا النمو لهذا العام وتكون أبرز الأدوات للمسوقين والمؤثرين في هذه المنصات. بالنسبة لقطاع التسويق الرقمي سيكون حسب الخبراء من بين أكثر القطاعات نموا هذا العام، مع استغناء الكثير من الشركات عن خدمات الإعلانات التقليدية واتجاهها أكيد نحو التسويق الرقمي والسريع. نتحدث أكثر عن أبرز هذه الأدوات. معنا من القاهرة مستشار الإعلام الرقمي محمد أبو القنبز، أهلا بك في تغريدة الصباح. محمد، هل توافق بأن خدمات البث المباشر ستكون هي ملكة عام 2017 بالتسويق الرقمي؟ هلا جيسي، صباح الخير. هو بشكل عام يمكن من السنوات الماضية أو من 2016 كان الترند الأساسي أنه صعود الفيديو، خصوصا في ظل المنافسة بين الفيسبوك والتويتر واليوتيوب. في العام الحالي الترند الرئيسي والأساسي هو البث المباشر. يعني أنت بتلاحظي أنه أغلب الأدوات في عندها اللي هو البث المباشر، يعني مثلا من خلال اليوتيوب بتقدر تستخدم الخاصية وهي قديمة نوعا ما، وعندك الفيسبوك وظهرت بشكل كبير وأتاحها للجميع العام الماضي، وعندك أيضا التويتر اللي هو من خلال تطبيق البيرسكوب. فالشركات بدأت تفكر بشكل مختلف أنه تصير تنتج برامج، البرامج بشكل دوري وبشكل توظيف الخاصية اللي هاي مهمة بشكل أساسي، ومن خلالها بيستعرضوا الميزات مثلا المنتجات، ممكن يستعرضوا التسويق بشكل غير مباشر باستخدام خاصية الانباوندينج ماركتينج، او حتى ممكن يستخدموا بعض المؤثرين في، يعني ممكن يستضيفون في برامج. يعني على تجارب مثلا شركات الاتصالات العربية بعضها صار خصوصا في رمضان الماضي صار ينتج حلقات بشكل شبه اسبوعي بس مباشر من خلال استخدام خاصيته على الفيسبوك، فهذا مؤشر مهم جدا جدا وبدلل على اللي هو التوقعات العالمية انه في 2017 الترند رقم واحد هيكون البث المباشر. تمام، لكن محمد ربما هذا بالنسبة للشركات، البعض يرى بأن البث المباشر لا يستفيد منها الأفراد أو ما نسميهم اليوم بالمؤثرون على مواقع التواصل، أنت بماذا تنصح الأفراد بما يتعلق بهذه الخدمة، خدمة البث المباشر؟ نعم، هو بشكل عام ظهور الخدمة واستخدامها بشكل عشوائي، يعني أنت لما بتلاحظ ممكن الآن تفتحي على live.facebook فبتلاقي أنه أي حدا بيستخدم بشكل غير مباشر، أو بمعنى ممكن يستخدمه بشكل عشوائي. هو بشكل لو بدنا نيجي نحكي كيف ممكن إحنا نوظف هاي الخاصية أو نستخدمها بشكل أفضل، لازم يكون في عنا استخدام باتجاه أنه في محتوى، المحتوى من خلاله بنقدر نستعرض قوتنا، ممكن نستعرض مهاراتنا، وطبيعة الحال هو المحتوى اللي بيجذب الناس لأنه هو الأساس، يعني هو المحتوى الملكي. احنا بننصحهم انهم يشتغلوا على محتوى قوي، يستخدموا الخاصيات الموجودة في الموبايل، خصوصا في تقنيات التصوير اللي هي ممكن تكون بسيطة ولكن ممكن تكون مهمة للجمهور متابعتها، وأيضا عدم كثافة البث المباشر. يعني مش كل يوم انه احنا حدا يطلع لنا في حلقة او اشي يلاقي حاله فاضي يعمل حلقات بث مباشر، لا، انه يكون في دورية معينة، بمعنى انه يفترض انه في برنامج والبرنامج هذا بفترة زمنية محددة، ممكن كل اسبوع كل اسبوعين كل شهر، فهذا مهم لمتابعة الجمهور. واللي هو كمان المهم التفاعل مع الجمهور، بمعنى مش فقط انه انا بدي اعمل حلقة بث مباشر بدون انه انا ما اتفاعل مع الجمهور، بدون ما يكون في ردة فعل وتجاوب. والنقطة الخامسة واللي المهمة التنوع، يعني بمعنى ايش، انه انا بديش يكون في رتابة، بديش يكون في تقليد في المحتوى الأساسي. فالأساس اللب الرئيسي اللي هو المحتوى. لو نبقى على فكرة المحتوى وأهمية المحتوى الهادف محمد، البعض يرى أيضا بأن اتجاهات هذا العام طبعا للفيديو القصير، للمقالات القصيرة، لكل المحتوى المرئي أن يكون سريع وقصير، كيف نعطي محتوى هادف بهذه السرعة؟
تمام. هو بشكل اساسي في من احدث النظريات للمحتوى في شغله بقول عنها بريف سوشيال، اللي هي الدليل الاجتماعي. فكرتها وين؟ انه انا اذا انا بدي استخدم التسويق بشكل من خلال استخدام للمحتوى، ممكن اعمل كالتالي: استفيد من اراء الناس، اراء الخبراء، استفيد من تجربة المستخدمين، كل هاي اعرضها بشكل مهم. يعني بمعنى ممكن اجيب واحد، خلينا نقول مثال انه ممكن يكون اشي شامبو فرضا، فممكن اجيب حدا خبير يقول والله هذا الشامبو مفيد، او ممكن اجيب تجارب ناس تحكي والله انا جربته واستخدمته. هذه التكنيكات في المحتوى ممكن الناس تتفاعل معها، لانه طبيعة الحال في دراسة بتحكي انه 70% من الناس بتشتري منتج بعد ما تسمع الاخرين عن المنتج هذا. فهذه طريقة من الطرق المهمة في المحتوى. وايضا في طريقة اخرى اللي هي اللي هو بنحكي عنها المحتوى الجذاب، الانباوندنج ماركتنج. فكرتها وين؟ انه انا ممكن اكتب محتوى عن المنتج تبعي ومن خلاله اغذي محركات البحث. يعني بصير في عندي انه سهل على جوجل اكتب اي كلمه عن موضوعي، فمباشره بتلاقيها بيظهر للجمهور. وهذه كمان من النوع المهم. والنوع الاهم كمان في المحتوى انه يكون المحتوى تبعي طبيعه الحال قصير، جذاب، سلس ومنوع وقيم، لانه الناس بدات او باتت تبحث عن القيمه في المحتوى. يعني الان في تحديات، يعني بمعنى انه انا بقدم محتوى وانت بتقدم محتوى وغيرنا بقدم محتوى. اللي بيميز الاخرين انه صداره المعلومه، يعني مثلا اذا كان في الخبر الصحفي فهو السبق الصحفي بنحكي عنه. خلينا نقول شموليه المعلومه، بمعنى انه هي انه شامله جوانب مختلفه. والجزئيه الثالثه اللي هي خلينا نقول القوه، او بمعنى العمق والمتانه تبعت اللي بتميز المحتوى. فهذه الجزئيات المهمه بتخلي او بتساعد الافراد انه تميز. يعني احنا بنيجي نحكي عن الافراد اللي خلينا نيجي نحكي عنهم المؤثرين، يعني بشكل اساسي الانفلونس، بنلاقي المتصدر على العرش هو اللي فيه عنده قيمه مضافه. يعني بمعنى قيمة مضافة ممكن يقدمها للمجتمع، فالناس ممكن تستفيد منها. ولكن الناس اللي في عندهم محتوى غير قيم، أو بمعنى خلينا نقول نصنفه محتوى سلبي، فبتلاقي أنه فقط يعني بمعنى التفاعل معه بشكل مظاهر أو شكلي بعكس الشخص الآخر اللي عنده قيمة. مع أنه كثيرون ربما محمد لا يتفقون معك، لأنه يأخذ المؤثرون الآن من مختلف النواحي اهتمامات أكثر من اللازم حسب البعض. ربما نتناول هذا الموضوع في حلقة قادمة. سأشكرك من القاهرة مستشار الإعلام الرقمي محمد أبو القنبس، شكرا جزيلا لك.